مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرار فن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. الدفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. فهد حويش يا للسنين، خير يا والدي؟ فيك شيء؟ كنت دائما اسال نفسي واسالك حويش ما تبغانا نتقرب من عم ذياب، وانت كنت دائما تتهرب، بس الحين اريد اسمع الجواب منك يا ابوي. يا ولدي اللي بيني وبين ذياب مضى عليه سنين. أنا سمعتك كنت تتكلم بالبحر،
ها؟ ها؟ سمعت؟ وش سمعت؟ كل شيء. وعرفت وش يكون العم ذياب. وأهم شيء عرفت السر اللي يهددك به. قول لي وش الفرق بينك وبينه؟ هو قاتل وأنت قاتل. لا لا يا ولدي لا، أنا ما تعمدت أقتل الحلاء والعود، بس ذياب هو اللي قتل ناصر عامد متعمد، قتله بلا رحمة. هذا غير اللي سواه فريب وقاسم، والله يعلم بعد في من. لا يا ولدي لا تظلمني، لا تظلمني. صرت ما عارف أصدق ويش وأكذب ويش. صدق أبوك يا ولدي، نحن كلنا ضحايا ذياب، ولازم لازم يدفع ثمن اللي سواه فينا، لازم. حرام يا عمتي، مدرين البيت بهالحالة، كان تارس غبار. فؤاد يعورني يوم أدخل البيت وراعي ما حد، من عقب عينه الله يرحمه ما دخلت البيت إلا مرة واحدة وما تحملت. الله يرحمه ويغمد روحه لينا. آمين. هو وحرمته وولده يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا بنتي؟ تعبانة؟ شوية بصير ارتاح. والعشاء؟ ما مشتهية. لا يا طلال لا، ما لازم تصدق هالكلام عن ابوك. لا يا كيفة، انت اللي لازم تصدق كل شيء، لان كل اللي قلت لك اياه حقيقة. جيفر انت بخير؟ لا تفكر انه من السهل اني اصدق هالكلام. كل كلمة طلعت من رجل وابو فهد كانت مثل السكاكين تطعن فيه. حتى لو كان هذا الكلام صحيح، هذا ما معناه نتخلى عن ابوك. كيفه؟ انت وش جالس تقول؟ اللي سمعته ما في دليل يدين ابونا. ولو تحول الموضوع للقضاء اكيد بيطلع براءه، لانه ما علي اي دليل. كل اللي موجود كلام ناس ممكن يكونوا حاقدين على ابونا، لانه قدر يسوي اللي هم ما قدروا يسووه، لأنه قدر يختار حياته بنفسه وهم لا. لا يا جيفر لا، حتى لو كان اللي تقوله صح، بس في داخلك انت عارف انه غلط، عارف انه ابونا سوى الاشياء اللي قلت لك عنه ويمكن اكثر. والخير اللي سواه طول السنوات الماضيه، المساعدات والبيوت المفتوحه من المساعدات اللي هو يعطيهم اياها، كل هذا ما يغفر له غلطه سواها من 30 سنة؟ يغفر له أولاد عمك يكونوا أيتام؟ يغفر له رجب يعيش طول عمره في مستشفى الأمراض النفسية؟ يغفر له أمك تعيد 30 سنة من فكرة أن أخوها ميت وهو عايش وفي نفس البلد؟ لا يا جيفر لا، في أشياء تغتفر وفي أشياء لا. حياك عمي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استريح. يا الله. وش رأيك عمي؟
بيت الدنيا. الحمد لله. الله يسهل علي إن شاء الله وأبني بيت القديم إن شاء الله. صدق عمي، وش أخبار داود؟ والله يا عيالي علاجه بيطول، ادعوا له عسى الله سبحانه وتعالى يشافيه يا رب. على هين بنخليك ترتاح ابويا وبنمرك المسي ان شاء الله. زين يا بنتي، على راحتكم. يلا يا عمي في مال. يحفظكم الله. آه يا قاسم، ردتك حال حارة، ردتني 30 سنة. أسميك يا هالورد، سويت بي حال، مزروع عطرك في روحي، ساكن حشاني، محلاك الصغير، محلى لعبة الغاية، محلاك أيام بيت الطين يدعون، حبه تبعنا وتعلق لي على ردون. صحيت يوناس في بلوايا خلوه، ما حد سمع لي ولا يا أبيرا. بس باب فرقاك ناسي فرحة العيد، عبرات عيني نهر جراي يا سيد. هناك في غربتي زادت مواجيدي، يا كيف بلقاك لو فيها العمر ساعة، بنزغ بيادي في قلبي وبنزغ شراح، تتلاطم بروح روحي نار ملتاح. وبرغم القرب صهر دربك، وبرغم القرب صهر دربك أكثر بعيد. طبعا أنا الحين في بيت الكبير، ولو تشوفي كيف استقبلوني أهل هيثم، أحلى استقبال وعطوني أحلى غرفة في البيت. لا تزعل حبيبتي، ما كنت أريد أزعلك، بس كنت عارفة إن جمعة ما راح يقدر يسوي لك اللي سواه لي هيثم وأهله. عفوا، بكلمك بعدين. من أنتي؟ سلوى؟ وش تسوي هني؟ إيش أسوي يعني؟ أنا ساكنة هني. نعم؟ ساكنة هني؟ كيف يعني؟ ليكون؟ اي نعم، انا زوجة هيثم. انتي؟ راسي براسك بهالبيت، ما حد احسن عن حد، يعني مثلي مثلك. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير يا ولدي؟ هذا بيت جمعة بن علي؟ لا يا ولدي، هذا بيتي أنا، أنا أبوه. هو موجود؟ لا، ما حد، من 3 أيام ما يجي البيت. عندنا إذن بتفتيش البيت لو تكرمت. تفضل. تفضلوا، تفضلوا، البيت تحت امركم. تفضلوا.
الله يسود وجهك يا إمعة، فضحتني قدام الناس والحارة. وش تقول؟ وين أنت؟ في بيت سعد؟ ما أصدق، أنا جايتلك الحين في أمان الله. ذياب، ذياب، خير خير، ويش عندش؟ خلا وديني بيت سعد. ويش عندش بيت سعد؟ قاسم يالس ببيت سعد. ويش؟ أقول لك قاسم يا صحار ويالس تو بيت سعد، الله يغفر له. خلا يا ذياب، خلا وديني عنده. لا، أنا عندي شغل، لا خلي طلال وهيثم يوصلوش. أنا لا. ويش اللي يابك الحين يا قاسم؟ ويش الدايرة بدت تضيق حواليك يا ثياب؟ لازم تتصرف، لازم تتصرف، لازم تتصرف. كل شيء جالس يصير بسرعة يمنعني من التفكير. لازم أهدى، لازم أهدى. لازم أهدى وأفكر بهدوء، هدوء. مشكور العم علي، واسفين على الازعاج، بس اذا يا جمعه يا ريت تمر علينا المركز، محتاجين ناخذ اقواله في حادث وفاه عماد. ان شاء الله يا ولدي، ان شاء الله بخبره. الله يسود وجهك يا يمعو، زين يوم انك شليت اغراضك من بيتي، ولا كانت تهموني شريك معك؟ سارو، انت يا اسود الوي، اشتل من قدامي، ما ابغى اشوف رقعة وجهك. ولا تراني ها، انا بخبر عليك الشرطة بنفسي، ولا اقول لك سير سلم نفسك قبل لا يودوك. ما هذا الذي أفكر فيه؟ هل يعقل أن أترك مجرما يهرب بجريمته؟ وأية جريمة؟ جريمة حرماني من أبي منذ طفولتي، حيث لا أذكر من شكله سوى الصورة الوحيدة التي تحتفظ بها أمي له. جريمة لم ترتكب مرة واحدة، بل على مدى أكثر من 25 عاما، جريمة الكذب والخداع والغش. وأول مرة أسمع وحدة تمدح برأيها بالحماس. هل كثر أنت سعيدة مع عم ذياب؟ انت بعد ما شفتي شيء؟
جاسم؟ وش تفكر؟ مشي يا أختي مشي. تعرفين السن وأحكامه الظاهر أني تعبت من الدرب. هيا بخليك ترتاح وبشوفك باكي ولازم تتغدى معنا. على خير. خليني أوصل شانتي. يلا يا دلاب خلينا نروح وخلي عمي يرتاح. أنا بجلس عند أبويا. لا يا بنتي مشي مع عريلك، ترى بيتك قريب وباكر ونغب شيء بيبك سيف ولا بكي كذاك عمك كذاك. يلا خلينا قوم يا بنتي قوم. يلا خير يا بنتي. ما بعدش محتفظة بصورة أبوي؟ هي حواش تسألي؟ ماشي بس حاولت أني أتذكر شكل أبوي وما قدرت، خايفة أنسى، عشان كذا يا باتش تعطيني الصورة أبى أطبع منها نسخة حالي. سما أنتي ما خالية ويش عندش؟ ماشي ما صدقيني من مدة قلت لش بي يوم وبسألش فيه ولازم تقولي لي اليوم على راسش، لازم تخبريني بكل اللي تعرفيه. قبل شوي أختي كانت عندي وكنت أحس بسعادتها وهي معك، فقلت في نفسي ما بحرم أختي من سعادتها وعنده ربك على خير. زين عين العقل يا قاسم،
الحقيقة بضر ناس وايدين، واللي فات مات ما كذلك؟ وانا جاي مدلك يديني ونفتح صفحة جديدة. وش قلت؟ اني سكتت فهذا أب معناه اني مسامح انك، واذا حقي ما خذيته منك فرب العالمين بياخذ لي، لان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. زين، بس دير بالك يا قاسم، لو في يوم فكرت تقول شيء لا تلوم الا نفسك. ذياب لا تقعد تهدد، لاني خلاص ما عندي شيء اخاف عليه ولا اخاف من شيء. يكفي، يكفيني اني كحلت عيوني بشوفة اختي قبل لا اموت، واذا سكت فبكيفي. ويا ويلك يا ذياب لو سويت شيء في يوم من الايام، تراني والله والله بتكلم. تمنعني اني اشوف قاسم؟ ما بتقدر، لانك ما بتطول، السجن يترياك. لو ما تعلمت من القرصة الصغيرة اللي جاتك فلا تأمن من القرصة العودة اللي بتيك. لو انينيت وفكرت انك تأذيني يا علي، فهم؟ طبعانة طبعانة، سجن سجن، ما يهمني. وماشي لعبة ما فيها بس، وانت بسك يا ذياب بسك. كنت جاي اشوف قاسم واخذ راي عشان نبلغ عليك، مع ان تكفيني شهادة رجب. ساير ابلغ عليك الشرطة وعلي، ويكون في علمك الاوراق اللي كنت تدور عليهن استول في دين أصحابهم. علي، رد على اللي في راسك، وأنا مستعد أسوي كل اللي تبغاه مني. طلب، أؤمر، أرجوك يا علي، أرجوك أرجوك. ما سما، ما يمكن تلاقيهم فوق، بس اشوفهم. يلا علي، 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 رد لعقلك يا علي. وان ما رديت بتندم يا علي. ما بقى شيء اندم عليه غير اني سكت عنك كل هالسنين. لا يا ذياب، ما بخليك تسوي في علي اللي سويته في ناصر. رقب، انعم، رقب، رقب العري، رقب المينون اللي جننته يا ذياب. طول عمرك جبان، الخيانة دمك، ضرب في الظهر شينتك. هذا انت الحين حكمت على نفسك يا ب. ابوي قبل يموت كتب كل شيء في رسالة وتركها عند أبو فهد. وين رسالة؟
عندي بكون ما يتعب الشكل. عمي ذياب يطلع إنسان مخادع وغشاش؟ كيف قدر يخدعنا ويخدع الناس كل هالسنين؟ كيف؟ أكيد عمي قاسم كان يعرف، عشان كذي ما كان يبغى يشوفه. جيفر بعد يعرف كيفر؟ وهذا السبب بعد عني، لأنه ما كان يتحمل يشوفني وهو عارف إنه يخدعني. طيب ما علي يا كيفر، براويكم أنت وأبوك. كيفر ما له ذنب. ما له ذنب؟ لما تستر على الجريمة شريك فيها. سيف بعد ايش تحبي؟ كيفر سيف عرف بالموضوع، أسفة ما قدرت أوقفه. زين قولي وين ساير في هالوقت؟ ذياب على امك في شيء؟ رد علي ذياب، رد علي. ما
نبرتك تخوفني. طمني يا موسى وتأكدي ما تضلي في قلبي مهما كان. عشان خاطرك لا تسير خلاص بقى. الكل عرف بالسالفة، حتى سيف وسما والعمة الشريفة. تكو ممكن تهزمني؟ لا انا ثياب. فاهمين يعني ويش ثياب؟ كيف تقدروا تكتبون اني ما ثياب واني ما من عيله الحلاو؟ بس ويش عندكم علامات؟ تقدروا تقولوا لي انا من؟ تقدروا تثبتوني اني انا حمود لميس؟ ما تقدروا. وانت تقدر تثبت اني انا اللي قتلت ناصر؟ ما تقدر. تعرف حويش كانك ما عندك كلمات. وانت طول هالسنين وانا خوفك بسالفه الحلا والعود، لكن اللي ما تعرفه اني انا اللي قتلته. انا اللي قتلته. وانت تقدر تثبت اني انا اللي ينن تبك؟ ما تقدر. لان الحبوب اللي كنت اعطيك اياهن في الاكل ما لهن اثر. شفتوا كيف ماسك خيوط اللعبه كلها في ديني؟ Thank you.
مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل الطويل ظالم، مثل ليل الطويل ظالم، مثل ليل الطويل ظالم مستعد أهرب خلفي النوايا والضباب ولها فسرارها نار نار جمر آه من جرح دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر فز ينزف دم فن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر فز ينزف دم ويروي الشجر